الله يسلمك. بما ان احنا في المعرض ما شاء الله شوف الترنج هذا انتاج سدير ما شاء الله. كيف حالك؟ هيا هذا الترنج مال سدير عدل أنا. ما شاء الله والله يمكن وزنها 2 كيلو تقريبا. في معرض السفر والسياحة من المشاركين طبعا مثل ما تشوفون اللي ورانا لواء هيئة الطيران هيئة حكومية. طبعا الهيئة ذي كثير تشوفون لها إعلانات في السوشيال ميديا في المطارات، بس أنا أجزم بأن 90% الناس ما تدري هالهيئة ايش تسوي. هل تعلم بأن هالهيئة ذي حكومية هي السند لك بعد الله في أي مشكلة تقع بينك وبين أي شركة طيران أو خدمات السفر؟ زين ما تدرون صح؟ بعطيكم بعض النماذج من بعض الخدمات اللي ممكن تستفيدون منها اللي بعد. طبعا انت كمسافر في المملكة العربية السعودية من وإلى المملكة العربية السعودية لك حقوق، يعني لا تظن كما نتصور احنا انك تركب الخطوط والله يضيعون شنطتك ما حد يعينك. لا، الهيئة ذي وجدت لأن تكون مصدر لك أو ملاذ لك مع المشاكل. وبعض الأشياء اللي ما تعرفونه وكبشروا اللي بعدها السناب لأنكم بتحتاجونه والصيف جاي، شنو ممكن يحصل لك؟ بتلاقي له حل. شوفوا صدقون والله على بالي محنط ولا يتحرك. تدري انك في الرياض تقدر تركب هالطيارة ذي وتاخذ فيها جولة حوالي 20 دقيقة على ارتفاع حوالي 2000 قدم ب200 300 400 ريال طيارة اشتغل. ما يخليك تسوقها؟ لا ما يخليك تسوقها. مش انت اللي تسوق طبعا صح؟ اي طبعا اللي يسوقها طيارة اكيد، وانت يكون راكب واحد فقط. وطبعا تاخذ لفه فوق على محميه هناك، انا اول مره اسمع فيها حق محميه الملك خالد حيوانات وكذا في الثمامه. تدري ولا ما تدري؟ والله انا ما كنت ادري صراحه. فعلى كل حال اذا كنت مهتم بذلك
وتجربة حلوة، وإن شاء الله بركبها الأسبوع الجاي إذا الله أراد، أو اللي بعده أو اللي بعده، وبصور وأثبت لكم. وهذا الشركة اللي ممكن تواصلون معها، صح؟ هذا الطيارة، ممكن نقول طيارة شراعية ولا هليكوبتر؟ هليكوبتر تركبها. طبعا الكابتن يركب هنا في الأمام. في طريقة انك تتواصل مع الكابتن لو سيفتي يعني ضرورة، يسمع عشان الهواء، ممكن تحتاج تتواصل معه. تصدق أو لا تصدق، الصورة هذه طبعا لها 70 سنة يمكن تقريبا. هذا أول كانوا يخلصون الإجراءات بهالطريقة، مساكين موظفين قاعد على الأرض ويدور الجوازات وكذا. الحمد لله أن احنا تطورنا. وهذا شنو هي؟ هذا الجوازات، الجوازات يعني السيارة هذه سيارة الجوازات تخلص إجراءات. يعني هذا الكباين الحين سنة 1950 ما شاء الله. أنا الحين لازلت في المعرض الفعاليات في الرياض، وقعدت ألف عليهم أشوف عروضات سياحية، أشي جديدة حقيقة. سألت أكثر من شركة سياحية عن سؤال، ما هي أكثر وجهة للسعوديين؟ صدقون أن 90% قالوا لي كلها تركيا 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 تركيا. لذلك الإخوان اللي تابعوني يقول لي ليش أبو محمد كلها تحط تركيا؟ هي الوجهة المرغوبة. يعني الآن تجي في معرض الرياض 90% المكاتب كلها عن تركيا. الحين موجودين في المعرض مال السياحة في جناح حليو يصلح لكم يا أهل الشرقية، أكيد مر عليكم بس نسبة كبيرة منكم ما راحوا اسمعوا، لكن ما راحوا سمعتوا دروازة النخيل، منتجع دروازة النخيل في الحسن في الوفوف، واجد سمعوا، بس في واجد ما يدرون شو داخل. خلنا نروح لهم نشوف شو عندهم، خلنا نشوف.
كل حال هذا النبذة سريعة عن قرية الدرواز أو قرية الدرواز النخيل اللي في الحسا. وسؤال بما أننا في الجنة، لو سمحت لا تقاطعوني، سؤال مسابقة، اللي يستطيع أنه يحلها أحاول أجيب ليلة في دروازة النخيل. أحاول. كلمة بجت أين مصدرها؟ أهل الحس، أهل المبرز ولا أهل الوفوف؟ إذا استطعت أن تحصل إجابة جائزتك بعدين. بجت. ما تشوفون هذا الجناح المدينة المنورة لتشجيع السياحة، جايبين فلكلور شعبي من المدينة المنورة، تستحق أكثر. ومن المشاركات في هالمعرض صاحبة الشخابيط اللي ورايا، أنا والله مو فاهم إيش هالشخابيط، بس أحس إن اللي راسمها تعبان يبي يوصل الفكرة. طبعا أكيد رسامة ذي هالة البابطين
مبدعة، بس أنا والله ما بعرف. على خلنا نسمع ونشوف شو تعبر عن هاللوحات. مع هالة البابطن هواري وهالة كيف حالك شو أخبارك؟ يلا أعطينا لوحات أنت بعكس الطبيعة في السعودية، بجرد الألوان اللي في الطبيعة وبعكسها على طريقة فنية تشكيلية تجريدية. أها. زي ما تشوف اللوحة هي أخذت ألوان المرجان في البحر الأحمر وأخذت الأعماق المختلفة الموجودة وحركات الأمواج اللي موجودة وعكستها على هذه اللوحة لتعكس الطبيعة اللي إحنا عندنا في السعودية لكن بطريقة مختلفة. طبعاً كل قطرة وكل لون موجود على هذه اللوحة لها قصد ولها معنى معين. لحظة أجين، كل كل قطرة وكل ترش موجود على هذه اللوحة لها قصد معين. بين قوسين ترى هذا الفن. العب قصدي كملي نسيت سوري يلا. طيب مثلا على سبيل المثال هذه على تعبر عن حركة الكائنات البحرية اللي موجودة تحت الماء وحركتها مع الأمواج. ولا زالت أخت هالة قاعدة تشرح عن غضبة نت، كنت ببينها فعشان أبين هذه التكسترز المختلفة فاضطريت أني يعني بالضبط في هذه الناحية أني أنا أطلع الزيتي مع الأكريليك. لما حركت الزيتي طلع لي هذا النوع من التشققات وبينت لي التضاريس اللي موجودة على الغضبة نفسها. بالعكس تنجمع مع بعض لكن ما راح أقول في كل اللوحة لكن ممكن في جوانب معينة. هلا على السريع اعطيني هذه بما ان احنا نعيش الحين ثوره حقوق المراه. يلا بسرعه عندك نص دقيقه. 1-2-3 اوكي. لوحه كنت ترمز الى اللون الوردي. خلينا نقول تربيت من وانا صغيره على اللون الوردي يرمز الى الضعف او الى كانوا الاولاد ينحاشون منه ويتركونه وكان يرمزونه فقط للانثى يعني بنظره دونيه. انا اشوف ان هذا اللون هو لون ملكي، كانت ملوك بريطانيا وملوك من الرجال والنساء كلهم يلبسون هذا اللون. اللي هي هذه اعطيني عنوان لهذه. عنوانها هي فيمينست وهي الناشطة النسائية هذه.